فقدنا الكيفية اللي تنظم بها تحضير لفصل الصيف والإقبال الجماهيري والمنشآت المخصصة إلى أبنائنا القادمون من هنا وهناك من ولايات عدة ليستمتعوا بجمال الجزائر بجمال شواطئها. وكذلك كانت لنا فرصة باش نشوفوا لكم أن حضروا بعض من الأنشطة المفيدة الهادفة المؤثرة أحسن تأثير اللي نتمناو إن شاء الله يستفادوا كذلك بها هؤلاء الذين يقطنون في ولايات وفي بلديات بعيدة نوعا ما، باعتبار أن قد يكون تبادل ما بين الطاقات المتواجدة في الجزائر العاصمة وبالمدن الداخلية وبجنوبنا الكبير. هذا لا لشيء فقط، لأن السلطات العمومية وعلى رأسهم السيد رئيس الجمهورية يولون كل اهتمام إلى فئة الشباب، ويريدون أن ينخرطوا في هذه الاستراتيجية وفي هذه الديناميكية اللي تفيدهم واللي يعني تخليهم يأثروا أكثر فأكثر. احنا نقولوا إلى غاية اليوم الحمد لله رانا في وضع مريح، ولازم نبقاو كيما هكا. راك تشوف اليوم اللي هنا بجوا الشاطئ، وشوف الرياح هذه، اتصور لا قدر الله كش ما يكون فيه يعني واحد بصفه يعني باهمال او بفعل فاعل، لكن كش ما تكون يعني يكون نشوب حريق ينتشر بسرعه. اذا على هذا الاساس مليح تكون الوسائل بجوار هذه الغابات هذو، ويكون رد فعل يعني في سريع جدا. انا نظن نحميو الثروه تاعنا، وهذا ما نريده، وهذا ما يلح عليه السيد رئيس الجمهوريه. كما شفتوا ما قصرش في الوسائل ابدا، ما قصرش في الوسائل، الشيء اللي طلبوه او عطاه لكم، هذا لنصل ان شاء الله، هذا ما نريده، الى صفر خسائر. هذا الشيء نتمناه، كي تكون احراش هنا وهناك معليش، ولكن الغابات الثروه هذه باش الشجره تغرسوها وتنبت وكل الغابه هذه اللي فواتحها كثيره بزاف، يعني خساره كبيره وواحد ما يتمنهاش.